واصل مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. ناقش المجلس طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الجامعي الإلكتروني. في إطار دوره الدستوري في بحث موضوعات السياسة العامة للدولة والخطط الحكومية، استعرض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الجامعي الإلكتروني. فقراءة لهذه الاستراتيجية الرائعة تؤكد بما لا يدع شك أن تفعيلها وتحقيقها سيكون له دور فعال في إحداث طفرة نوعية هائلة في المستوى الفكري المعرفي المهاري للطالب المصري، وبالتأكيد هذا سينعكس على الوطن، على الرخاء، على الاستقرار، على تحقيق التميز الدولي لمصر، والأهم من وجهة نظري عودة دور مصر الريادي كمنارة للعلم. ولا يخفى على الكثيرين، كثير من قادة الفكر والسياسة والعلم والأدب تلقوا تعليمهم هنا. المناقشة العامة استوضحت تقييم ما حدث خلال العامين الماضيين بدءا من عام 2020 لتقييم تجربة التحول الرقمي وتأثير الكتاب والاختبار الإلكتروني على مستوى التعليم الجامعي سلبا أو إيجابا. مما لا شك فيه أن التعليم هو الوسيلة المثلى لإعادة بناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية، ما جعل من تطويره أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة. والتعليم العالي هو البوابة الحتمية للدخول للتغيير اللازم للتنمية الشاملة والمستدامة، والتي نؤكد دائماً أن هدفها الأساسي هو الإنسان المصري، كما أنه أيضاً أداتها الرئيسة. الجامعات الأهلية الجديدة اللي اتفتحوا نسمع عنها حاجة جميلة، حتى الآن برضه أقول المجتمع المصري ما يعرفش عنها حاجة. مدام صرفنا كده وعملنا، وأنا عارف إنها معمولة على أعلى المستويات ومعمولة على إنه في تعاون بيننا وبين جامعات خارجية، يعني نظام تاني خالص، الكلام ده لازم فعلا يبقى موجود قدام المجتمع في الإعلام بقوة جدا، عشان أولياء الأمور والطلبة يبتدوا يرتبوا نفسهم عليها. الحكومة أكدت أن مدخل تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبني على المدخل الإقليمي وتحديد الاحتياجات ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمل وفهم الأنشطة التنموية ورؤية الدولة لعام 2030. نواب الشيوخ وافقوا في نهاية الجلسة على إحالة موضوع طلب المناقشة العامة وتعقيب الحكومة للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ لإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.